صحيح عم تغلبني بس مو بشطارتك. إيه؟ اسمعوا على الحكي، لكن بشطارة مين؟ أنا الحظ معاندني اليوم، ما بعرف شو صاير لي. امبارح ما بتتذكر شو ساويت فيك؟ العمايل عملتها فيك. لك لحنا ولاد اليوم لك عمي، شو بدنا من امبارح؟ أصلاً أنت عم تقلد طريقتي باللعب. قال الدودة بدها تقلد الحية، مطت حالها قامت نطعت. هات شاي على حساب أبو محمود يا طاهر. جاهزين مختار. حط أخي حط. العافية يا مختار. أهلين إبراهيم، لك شو جابك لهون؟ ما قلت لك خليك بالمضافة لبين ما أجي أنا؟ صحيح يا مختار، بس في شخص من قرية تل الجنادة بالفوق بده يحكي معك. وليش ما جبته معك؟ مين قال لك ما جبته؟ ليكو جبته، تفضل يا أخ. العافية شباب. أهلين وسهلين، تفضل عود أخي. ما بقدر بقعد، مستعجل، البوسطة عم تستناني، بس مدير الناحية بعتني حتى خبرك إنه جناب رئيس البلديات بالعاصمة بده إياك شخصياً. رئيس البلديات بده ياني؟ وشو بده فيني؟ هات لشوف خبرني شو القصة. لا بعلمي ولا خبري، ما على الرسول إلا البلاغ. هاي العنوان، أنت بتعرف عنوان رئيس البلديات بالمدينة؟ لا، ولا بعمل رحلة لعنده. عظيم، هاي العنوان معك. ماشي، يلا السلام عليكم. الله معك أخي، مع السلامة. وشو بده مني رئيس البلديات؟ أخي لعيونك بدي سألك، بتعرفني وين بناية رئاسة البلديات؟ رئاسة البلديات؟ وين قالوا لك؟ قالوا لي هون بهالنواحي، بس خايف امشي على عماها وضيع. ايوه، قلت لي رئاسة البلديات. إذا ما بيصير سئلة، حاكم بدي لحق الدوام قبل ما يخلص. ايوه، أبو ايش مظهر أنت؟ الداعي أبو مرزوق، مختار ضيعة مرج البراغيث. شوف يا أبو مرزوق، بتروح دغري دغري بدون ما تلتفت لا يمين ولا شمال، هيك لحتى توصل لساحة كبيرة اسمها ساحة الأمويين. بتحط الأمويين ورا ظهرك وبتمشي لقدام، بتلاقي قدامك ساحة الوحدة العربية. ايوه، وشو اعمل؟ فوت فيها؟ لا لا لا، اوعى، ما بدك هالفوتة، في مطب كبير هنيك. لأنه اوش ولشو المطب؟ مشان المتهورين يخففوا من حماسهم واندفاعهم ويبطئوا خطواتهم ويدوزنوها. طيب وشو الحل؟ انسالي الوحدة العربية هلا ولف على اليمين، بتلاقي قدامك طلعة التحرير. اطلع فيها؟ لا، هالطلعة قاسية كتير وصعبة، وقدامها منزلق قوي ومنحدر شديد. طيب شو ساوي لك؟ معليش يا أبو مرزوق، انسالي طلعة التحرير هلأ. أصلاً طلعة التحرير مو مزفتة منيح، كلياتها عفرة وتراب وغبار، والطريق إلها ما في لا إشارات ولا شاخصات، وأنت زلمة على نياتك يعني بخاف تتوه وتضيع. لا، وتزفيت طلعة التحرير بده تنسيق من جميع البلديات، بلدية واحدة ما بتكفي. طيب وبعدين؟ ها قلت لي وبعدين، بمجرد ما توصل لهنيك عويج على اليسار هيك لحتى توصل لشارع بغداد، وبدك تنتبه منيحة هنيك في تحويلة. يعني ما بقدر فوت بشارع بغداد؟ والله هن عم يسمحوا للناس يمروا منه أول بأول سرسبة، بس ما عليه ضغط كبير لسه، مدري عم يعرضوه، مدري عم يعملوه ذهابا وإيابا، ما بعرف. على كل حال ما بدك الفوتي قبل ما تتوضح الأمور ويزفتوه ويمهدوه ويخططوا له منيح. لا، وبخاف تتفركش وتوقع على خندق رقبتك، وشرطة السير رح ترجعك من نص الطريق. طيب بدون ما نفوت بشارع بغداد وبعدين؟ كبر فشختك، بتقوم بتلاقي بوشك حديقة كبيرة، شجرة يبسان ومليانة شوك وبحراتها نشفانة. وشو اسمها الحديقة؟ حديقة النصر. الحاصلو، بتتركها بتمشي بمحازاتها، بتلاقي زاروبة ضيقة، أصلاً رح تشم ريحة سياقاتها ومجاريرها من سفر سنة، وكلها طين ووخم. طيب وشو ساوي بعدين؟ لا تساوي شي، اسألهم وين شارع البلديات وهنن بدلو. يعطيكم العافية سيدنا. أهلين مختار. أهلين أهلين وسهلين، فضعوا. الله يزيد فضلك، كاسة مي لك يا ابني، الله يرضى عليك. تكرم. ايه يا مختار. نعم. جناب مصباح بيك مسواك ابن ضيعتكم، ما هيك؟ منو هاد سيدنا؟ ولك شو منو هاد؟ يخرب ديارك،
هذا رئيس البلديات الأول بالبلد. أنعم وأكرم منك ومنه يا سيدنا، أهلا وسهلا. هو الحق بإيدك ما تعرفه، لأنه هو نفسه ما بيعرف ضيعته منيح وما بيزوره إلا كل 10 سنين مرة. المهم المسؤول التقيل هاد جاي يزور ضيعته برج البراغيث، ولهالسبب بدي منك تزين الضيعة وتعلق اللافتات بالساحة وكلها عبارات ترحيب بالضيف الكبير. عفوا سيدنا، أنا شو بفهمني بكتابة اللافتات؟ لا لا ولا يهمك، أنا بجهز لك العبارات المناسبة وما عليك إلا تعطيها للخطاط حتى يزبط لك إياها معرفته. بس فلوس بالمخترة ما في، منين بدنا ندفع؟ شلون منين بدكم تدفعوا؟ هلا ما رح تقدروا تدبروا مبلغ بسيط يغطي هالمناسبة؟ ولو هذا أبن ضيعتكم. إيه صحيح، بس طيب طيب ولا يهمك، أنا رح أصرف لكم المبلغ، بس بدي منك تبيض الوش، يعني بدي تعلوا اللافتات بمكان بارز وتذبحوا خواريف وتدبكوا وتهيصوا وترقصوا من أول ما بيحط رجله بالضيعة لحتى ينهي زيارته. ما بدنا مات وتعاسه. بده يطول جنابه بالضيعة؟ لا 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 ما بتصور، بده يبوس إيد أمه ويدور على قبر أبوه ويتغدى ويمشي. حاضر سيدي، الأمر أمركم. إيه يا مختار، بدي منك تمره لعند زكريا منشان تاخذ من عنده بعض عبارات الترحيب. الحمد لله. حاضر سيدنا، بدي اسألك، أنت وين بتبلش الزيارة؟ ما تحددت لسه، يعني بهالكم يوم. بتمرونا شي تاني؟ مع السلامة. يلا. الله معك. نراكم بالخير. مع الله. شكرا. مع السلامة. شكرا. يا الله. علقوها هنيك لك ابني، يلا بسرعة لشوف. ايه يا مختار، ما قلت لنا، أنت بده يوصل مسواك بيك على الضيعة؟ والله مو مبين لك ابني. ولك علق اللافتة منيح، اطلع على السلم لك ابني. وانتوا يا اولاد ديروا بالكم على اللافتات، ها اوعى تلمسوه حتى مجرد اللمس، بعدين بدهن ادنيكم بالدبس. ها مفهوم؟ نعم نعم سيدي نعم. بتقبلوا مصباح بيك؟ يعني بإذن الله بعد بكرة رح تتهونوا على برج البراغيد؟ عظيم جدا، ونحن بالمعية إن شاء الله. لا لا ولا يهمك مولانا، أعدت الترتيبات كما يلزم حسب المقتضى. احتراماتي مولانا، احتراماتي، الله معكم. يا زكريا، مو جاي سكتينا هذا مكبر الصوت انسرح راسنا.
حاضر حاضر يا مختار. وانتو كل واحد يروح لحال سبيله. سيدي مثل ما بتأمروا، بس هي رابع مرة بتأجلوا فيها زيارتكم سيدي. لا 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 العفو الله يخليك. لا لا أبدا مو هذا القصد. بعرف سيدي بعرف، بعرف أنه ظروف طارئة والسياسة العليا أهم من زيارة المجاملة. نعم سيدي، بس أنا عم بقول يا ريت تعطونا موعد حتى نعطي خبر لأهل الضيعة. إمتى سيدي؟ بعد شهر؟ إيه مثل ما بتأمروا سيدي. لا لا ولو ما حدا تزمر ولا حدا احتج. لا لا وبالأخص هدول أهل ضيعتكم سيدي، وكلهم بدهم الرضا ومشتاقين ليكحلوا عيونه بطلعتكم البهية ونور وجهكم الساطع. نعم سيدي مبسوطين يا سيدي مبسوطين، وعم يناموا ويفوقوا ويحلموا بهالزيارة هاي. حاضر سيادة المصباح، سيادة أمركم سيدي، أمركم، مع السلامة. إيه بس بعد الزيارة سيدي؟ عم يقول بعد شهر، بس المشكلة إنه أهل الضيعة ما عادوا صدقوا. إيه الحق معهم، هي صار رابع مرة بيوعدوا بالزيارة وبيخلف. سيدي يصطفي منه أهل ضيعته. العمى يعني ماني مصدق إمتى أخلص من القصة بقى، كأنه ما عاد لي شغلة ولا عملة إلا ترتيب موعد الزيارة. ولكن انزلي يا بهيرة، لسه واقفة على سطوح مثل فزاعة الطيور. شلون انزل شلون انزل يا مختار؟ بلكي اجوا مصباح بيك، حاكم اليوم موعده. ولك هذا كذاب كذاب، قصدي قول ماله قول، قصدي قول مشاغله كتيرة ما على كلام رباط. ولك انزلي يا بهيرة، ما داب بزر مخك من الشمس، الدنيا الظهر، لو بده يجي كان اجا. هو اعطانا موعد من شهر. مرحبا شهر، شفناه فوق وشفناه تحت. انزلي بقى انزلي. مالي نازله. لك اتركها ابو محمود اتركها، الله يعينها على عقلها. تعود يا مختار يا مختار، شايفه قبره من بعيد وجاي صوبنا. ولك اخرسي بقى يا مجنونه، صرعتينا راسنا. عم انك شايفه قبره عم تعج عج. ولك هذا ابو نعيم راجع بطرش المعزه تبعه، هذا وقت عودته. لك اسيبك منا يا هات المنقل يلعب، هات ما بي علينا غير بهيرة. هات المنقل يا ولد. يا مختار لك شبك شبك كأنه قصك عارف. رئيس شنابل وفد مصباح. لك شو في احكي شو قصدك؟ في ثلاث سيارات جايين، يمكن مصباح بيكها. العنين لا تولى. إذا قالت بهيرة فصدقوها، إن القول ما قالت بهيرة. ولك يا بهيرة شايفة من عندك شيء؟ ماني شايفة شيء، ما دخلني. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا. يا عمو يا عمو ارجعوا شوي ارجعوا ارجعوا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويطول بعمركم يا سيدنا. شو يا فؤاد؟ ابرو سيدي، الظاهر مالكم عاطين خبر بموعد زيارتي. عاطين سيدي عاطين. لكن شو القصه؟ عفوا سيدنا، الحق عليكم، انتم طولتوا ما جيتوا، فإن لحالنا بجوز ما لنا قد المقام وما بنستاهل تشريفكم. لا 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 مو هيك سيدي، عفوا نحن قصدنا يعني انه بجوز مشاغلكم كثيره، اعمالكم ما خلتكم تجوا تزورونا بالوقت المناسب. لا تاخذونا سيدي. وليش ما تابعت الامر يا فؤاد؟ تابعته سيدي تابعته، حتى اعطيته حق الخواريف واللافتات وحق زينه ومن جميعه. صحيح هالكلام؟ مزبوط سيدي مزبوط. وين الخواريف واللافتات لكان؟ الخواريف ذبحناهم واكلناهم سيدنا، اما اللافتات يعني العفو منكم يا سيدي. شو سويتوا فيهم؟ كبيتوهم؟ لا لا لا، شو نكبوا سيدنا؟ معقول نحن نكب اموال الحكومه؟ لكان شو سويتوا فيهم؟ عن اذنك سيدي. تعالوا يا اولاد. Thank you.
عما بقلبك. شو هاد؟ عفوا سيدنا، يعني خفنا الهواء يشرط اللافتات فنزلنا اللافتات وفصلناها ثياب لاولادنا. تفضلوا سيدنا على المضافه لنقوم بالواجب. تفضلوا سيدنا تفضلوا. لا معنى شيء، مره ثانيه مستعجل. سيدنا اتغدوا عنا على القليله. لا معنى شيء، مره ثانيه مستعجل. طيب زوروا قبر الوالد رحمه الله عليه. قريت له الفاتحة على الطريق. طيب شو رأيكم تبوسوا ايد الوالدة منبعت منجيبها سيدنا؟ لا خلصنا بقى حاجة العيد. نرجع من نفس الطريق سيدي، ما في طريق تاني. انا رح دلكن على طريق مختصر، طريق اسمه كعب الوادي. سيدنا بتروحوا من هون دغري 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 بتلاقوا منعطف على كتف جبل ومنزلق فيه صخور وحيايا وعقارب، بتزحطوا فيه هيك لتوصلوا لسفل الوادي.